خامسه كانت بتتكلم على مباراه الاهلي وبيراميدز، وبتقول ان كينو صداع في راس المدير الفني للاهلي. طبعا كينو لعيب كبير جدا، لعيب كبير قوي، كان اتعرض على النادي الاهلي وحد كده رفض، يعني حد من الجهاز الفني للنادي الاهلي سابقا يعني رفض، واكيد وجهه نظره الفنيه تحترم يعني. لكن المهم لعيب مميز جدا، واكيد يعني ممكن يكون معمول له حساب بشكل كبير من الجهاز الفني للنادي الاهلي. لكن في الحقيقه هو مش كينو بس اللي لعيب مميز، فرقه بيراميدز مليئه باللاعبين المميزين جدا. عندك بينافنتي، عندك كينو، عندك عبد الله السعيد، عمر خربين ده اميز واحد فيهم يعني مش هيلعب مباراه طبعا عشان موقوف، عندك عمر جابر، عندك علي جبر، عندك دونجا لعيب جامد جدا في نص الملعب عندهم. فالفرقه كلها قويه في الحقيقه، هو مش لاعب واحد بس اللي ممكن يفكر فيه الجهاز الفني للنادي الاهلي، لا اكيد بيبقى فيه حسابات معينه ونقاط معينه هيتم التركيز عليها من قبل الجهاز الفني للنادي الاهلي. لكن عايزين ناكد عليه ان فرقه بيراميدز كلها فرقه محترمه وفرقه جيده وبتضم عدد كبير جدا من اللاعبين المميزين، ويكون ان هم يكونوا في اول موسم ليهم تحت مسمى بيراميدز ان هم يكونوا بينافسوا على بطوله الدوري، ده انجاز في حد ذاته، ويخلي للانديه الكبيره بعض التخوف في المواسم المقبله ان هم يكونوا مركزين بشكل اكبر على الفوز بالبطولات. هم اكيد السنه دي او الموسم ده مركزين ان هم يحاولوا ياخدوا دوري او كاس يعني، لكن بالنسبه لهم لو ما خدوش وطلعوا الثالث هم كده كده مش هينفع يقلوا عن الثالث خلاص، لان فرق النقاط ما بين بيراميدز اللي هو المركز الثالث والمركز الرابع فرق كبير شويه، فالموضوع محسوم يعني، فبالتالي هيشاركوا في الكونفدراليه. لكن الموسم الجاي اكيد هيكون عندهم طموحات اخرى يعني. فماتش هيكون صعب بكل العناصر الموجوده في بيراميدز، وكمان هيكون صعب قوي قوي على بيراميدز بكل العناصر المميزه جدا في فريق النادي الاهلي. فان شاء الله نشوف مباراه فنيه بشكل كبير جدا. بيتكلموا برده في المساء على ان حمدي فتحي هيكون بدلا من حسام عاشور، احنا عارفين ان عاشور عنده كدمه كده في الركبه، فبالتالي لسه مش عارفين الامور هتبقى ماشيه ازاي، اي خبر جديد هيجي لنا من الفريق او من تدريبات او استعدادات الفريق قبل مباراه الغد اللي هي في هذه اللحظات اكيد هنوافيكم بيه في لحظتها يعني، لان التدريبات مغلقه زي ما انتم عارفين، بس ان شاء الله باذن الله هنحاول نجيب لكم كل ما هو جديد يخص فريق النادي الاهلي. وازارو هيقود الهجوم، وازارو في الحقيقه الفتره اللي فاتت اخر ماتشين بالتحديد سواء مباراه المقصه او مباراه سان داونز الثانيه كان بيأدي بشكل جيد جدا وروح عاليه جدا، وده كمان ما يقللش من مروان محسن لاعب مميز وقدر ان هو يأدي فتره من الفترات جيده جدا حتى الان يعني، راجل في مستواه وفي قمه مستواه كمان. وعندنا كمان صلاح محسن، وفي كمان عمرو جمال بعيد شويه ما اعتقدش ان هو هيكون في الصوره في المباراه دي يعني.